شفت الهبة الجماهيرية من أحباء الكلوب؟ ليست غريبة، الإفريقية جماهيرها تكون متحمسة أكثر وقت الشدة مش وقت الفرح. وقت الشدة تلقى جماهير نادي إفريقي، لكن هذه قطرة من ماء، قطرة في بحر. يعني 5 مليارات شنو قدام ال 20 مليار؟ حتى شيء. أنا أتصور أنه كونش بهبة من السماء وإلا تسهيلات من الدولة في قروض حاجة من الشكل هذا، لأن الإفريقي مازال ما خرجش من أزمته المالية. ساهمت في اللطخة نتاع الأحباء؟ ساهمت 3 مرات. قداش عطيت؟ والله مبالغ محترمة. إيه قداش؟ حسب إمكانياتي. عندي الأولى 200 والثانية 100 ومتاع الماتش الافتراضي أون سانت انفيريور 50 دينار. مصورة وموجودة.